السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية. أي أسئلة أو أي استفسارات من قبلكم على المادة لغاية الآن؟ أي موضوع بنحب إنه نشارك فيه أو نستفسر عنه؟ أتمنى إنه المواضيع تكون كلها مفهومة بالنسبة لكم. طيب، بالنسبة ليوم السبت الماضي كان في عندكم حلقة ديسكشن، والمطلوب كان إنكم تشاركوا بهذا الديسكشن وتعطوا الرأي الخاص فيكم. الآن بالنسبة لعدد الطلاب كان جدا قليل بالنسبة لعدد طلاب الشعبة، فأنا لما أحكي 17 من أصل 40 طالب أو 46 طالب تقريباً، فإذا العدد قليل جدا. بدي أفهم الآن شو السبب اللي كان وراء عدم المشاركة بحلقة النقاش يوم السبت لحتى نتجنب المشاكل في المرات القادمة. هل كان مش مفهوم السؤال ولا مش عارفين نتعامل مع موضوع الفاريوم؟ دكتورة، أنا لما فتت أشارك يعني استعنت بجوز بثلاث طلاب تماما أني قدرت أفتح الديسكشن، ما رضي يفتح عندي من أول مرة. هل كان الوقت ضمن وقت محاضرتك؟ هل أنت دخلت ضمن وقت المحاضرة ولا حاولت تدخل قبل هيك؟ دكتورة، أنا دخلت بوقت المحاضرة أنا وما قبل ما كان في بوقت المحاضرة. غريب، لأنه أنا حاطط الوقت إنه يبلش. خليني أعمل شير بس للطلاب وندخل على الإي ليرنينج لحتى نشوف شو المشكلة اللي صارت معه. هلا بالنسبة للموضوع، كان مطلوب منكم فقط إنكم تضغطوا على كلمة ديسكشن. الآن رح يوديني على شاشة فيها المعلومة التالية: Give your opinion. فبس نضغط عليها. طبعاً هي هون ظهر عندي إنه 17 طالب شاركوا، فبدنا نقرأ شو المشكلة الموجود، بنعمل ريبلاي. يعني الموضوع مش كتير معقد. فالمعلومة، أنا أوريدي فتحت الديسكشن أو بلشت الديسكشن وعملت كريشن له الساعة 6:44 المساء يوم الجمعة. المفروض أنه عندكم يوم السبت بالوقت المطلوب كان مفتوح، ما عنده أي مشكلة. الآن هاي إجابات الطلاب موجودة، وكثير طلاب معطينا إجابات كاملة. لكل طالب، أنا ما بعرف شو الأشياء المسموحة لكم، لكن أنا عندي هون أنه مسموح لي رؤية كاملة على كل الانفورميشن، أعمل ديليت لأي انفورميشن معينة أو إديت أو حتى أحط لينك معين. فبالنسبة لي الموضوع ما أعتقد بهاي الصعوبة، كان بس أنه هي نتعامل معه. هلا ممكن انه نعطي assignment لحتى نعوض الطلاب اللي ما شاركوا او اللي ما عرفوا يشاركوا بهذا الفوريوم. طبعا راح نعمل برضه فوريوم اخر later on. الهدف انه كلياتنا الان يصير بامكاننا نتعامل مع هذا الاسلوب من المشاركه في المحاضره. ما بدنا المشاركه تقتصر على موضوع انه حضور وغياب الى اخره. تفضل. لو يوصلنا مثلا ايميل او شيء، لانه صراحه هيك يعني احنا يعني اوريدي في... المادة لما انتم سجلتوها بينزل عندك انه المادة 2، 4 وسبت. مظبوط. المفروض انكم تعملوا تشيك يوم السبت شو في عندي اكشنز. انا اوريدي من بداية الفصل حكيت كل سبت رح يصير في عندنا شغلة معينة، فحكيت لكم انه ممكن سبت يكون في assignment، سبت في quiz، سبت في forum. الآن أنت دورك تدخل على الإي ليرنينج وتتأكد هذا السبت شو عندي اليوم. ممكن تدخل قبل بيوم أو بنفس اليوم وتتأكد شو اللي عندك إياه. هلأ لما يكون كويز أنا أكيد رح أخبر قبل بوقت، لكن لما يكون في عندي حلقة نقاش معناته أنا ما في داعي أني أحضر حالي أو أدرس على المادة كلياتها لحتى أشارك بحلقة النقاش هاي. لا أنا مش هيك، بناء على يكون في إيميل. هلا في موضوع ايميل يعرف انا انه مثلا في وقت كل شغله شيء، ابعت لها ايميل نوت اوكي بالنسبه لي. يعني انا دكتوره بعثت على جروب، في جروب عاملينه، فبعثت لهم اوكي في محاضره جاوبوني لا، ما حكوا انه في مناقشه صراحه، وانا ما كنت مش انتبه انا على حكيت لكم من البدايه احنا ما رح نعملها محاضرات الا اذا شفت انه احنا ما ضل عندنا مجال
والوقت عم بيخلص وإحنا مش عم بنغطي المادة المطلوبة منا. فهون بصير أعمل لكم محاضرة مسجلة وأحط لكم إياها على الإيلانك. فممكن أنه أنا خلال أسابيع القادمة أنه يجي يوم سبت مثلاً عندي محاضرة مسجلة ومطلوب إنك تحضرها، وبعد هيك في ممكن يكون assignment أو كويز على هاي المحاضرة. هلأ أنه أنا أعطيك أو أخبرك عن كل محاضرة أول بأول، أنا عم بحاول من خلال الزوم لينك أو من خلال محاضرتنا على الزوم أني أخبر كل الانفورميشن. في بعض الأحيان ممكن الوقت ما يحالفني أنه أنا أعطي كل المعلومات خلال هاي المحاضرة وأعطيك انفورميشن كاملة شو بده يصير يوم السبت. هون بيجي دورك كطالب أنك أنت تدخل على الموقع وتتأكد هذا السبت شو عنا هلأ. وما أعتقد بياخد منكم وقت طويل أنه أنا أدخل على الزوم وأحاول أو سوري على الإيليرنينج وأشوف شو عندي خلال السبت القادم مثلا. فالآن بيجي دوركم، يعني أنتم كمان لكم دور أنكم تدخلوا على موقع الإيليرنينج لحتى تعرفوا شو عليكم أول بأول كمعلومات وكأسايمنت أو ككويزز. تمام لغاية الآن؟ هاي بالنسبة لموضوع الفورم. ممكن أعطيكم assignment وممكن ما أحسب هذا الفوريوم وأستعين بديسكشن آخر أحسب يعني للطلاب اللي شاركوا مع المرة هاي، وباقي الطلاب بديسكشن آخر ممكن إنهم يشاركوا. ممكن أزيد وقت الديسكشن لحتى أسمح لأكبر عدد ممكن من الطلاب إنه يدخل، بس أعتقد وقت ساعة إناف إنك تدخل. يعني بغض النظر عندك مشكلة بسيطة في الإنترنت ممكن تحلها خلال الساعة وتشارك. فالمفروض أنه إحنا خلال وقت المحاضرة مرة ثانية أتوقعوا كل سبت يكون في عندي شيء معين. الآن أنا ممكن أحط لك إعلان قبل بوقت إذا كان في عندي كويز، إذا كان في assignment معناته أنا لازم أدخل على الإيليرنينج أشوف شو عندي assignment. أنا بحط لكم announcement تحت، يعني إذا أنا بدي أرجع الآن على المادة نفسها أنا already حاطط تحت محاضرة السبت في عندي حلقة نقاش اللي هي discussion، فالمطلوب مني أدخل عليها. السبت لحل الواجب، فأنا رح أخبر أنه السبت بتاريخ معين مثلاً رح يكون واجب، رح يكون كويز، رح يكون في عندي شيء معين. من خلال الأسايمنتس والكويزز رح تظهر عندي شو اللي مطلوب مني وقت الموجود أو بكل سبت معين. فكل يوم سبت المفروض أنه يكون في عندي أكشن أو عمل معين. السبت القادم مثلاً أنا ممكن أحط لكم فيديو تكملة لشرح الشابتر إذا إحنا ما كملناه، أو مقدمة للشابتر اللي بعده لحتى أنه مثلاً أغطي جزء من المادة بأسرع وقت ممكن. بهاي الطريقة الهدف مرة ثانية أنه إحنا نفهم المادة أكثر، نعمل نوع من التفاعل ما بيننا، وبرضه في النهاية يكون في عندي علامات بحط لكم إياها من ضمن علامة المشاركة اللي هم 20 علامة. أي سؤال أو استفسارات أخرى؟ طيب خلينا نروح على البايثون آخر شيء، أو خلينا نرجع على السلايدات اللي هي آخر عملية كانت مطلوبة منا اللي هي سي دوت أو ضرب الداتا. هاي العملية لما أنا بدي أضربها في نوع array معين هي بتضاعف لي أو بتكرر لي القيم الموجودة داخل الأري سي من المرات. إذا أنا بدي أكرر القيم الموجودة داخل هاي الأري سي من المرات، كيف بدي أقوم بهاي العملية؟ إحنا already بلشنا فيها المرة الماضية، سمينا الميثود multiply. فحكينا أنا بدي الأري نفسها فبعتنا السلف بالإضافة لعدد المرات، ممكن أسمي number، ممكن أخده الحرف سي زي ما هم متعاملين معه. الآن نجي نعمل check، حكينا أنه هل هي empty؟ إذا ما empty رجع لي list فاضي أنه أنا ما عملت multiply وما في عندي multiply لأي شيء نهائي. طيب شو في عندي cases أخرى أو شو لازم أعمل next بالنسبة لهي الميثود؟ إذا أول شيء مرة تانية المطلوب من هي الميثود أنه أنا أكرر القيم اللي موجودة داخل الأري سي من المرة، يعني لو كان القيم
10 20 هم داخل الاري، معناته لازم احكي لك ثلاث مرات، لازم تحكي لي 10 20 10 20 10 20. كيف انا ممكن اقوم بهذا الشغل داخل الميثود اللي اسمها multiply؟ احنا شو لازم نعمل الان؟ نعمل creation لا array جديده لنحط فيها الريزلت. فنيو بتساوي ايش؟ dynamic array. بدي اعرف انه انا بدي اعمل creation لدايناميك array، فبدي استدعي الكونستركتر. اوكي، والسايز الان كم بده يكون لهي الدايناميك؟ في الكباسيتي تبعت او ثلاثة في ان ثلث للان ضرب ايش؟ السي اللي هي بتمثل عندي كم مره انا بدي اكرر العناصر. فبدي أجيب كم عدد العناصر داخل الأري الأصلية؟ ممكن يكونوا 5. أنا بدي أكررهم 3 مرات، إذا أنا رح يصيروا 5 الآن 15. فإذا self dot underscore n ضرب c اللي هي عدد العناصر الجديد. طيب already بنينا هاي الأري، شو بدي أعمل الآن فيها؟ كيف بدي أضاعف عدد العناصر داخل هاي الأري؟ بدي أعمل تكرار بعدد c. أول شيء أنا شو بدي أعمل؟ الأري الجديدة بدي أخلي فيها عناصر الأري القديمة، اللي هي أول خطوة، إنه أنا بدي أجيب عدد العناصر أو القيم اللي داخل الأري القديمة. فبدي أخلي النيو تساوي self dot underscore underscore للـ A. شو الهدف منها؟ إنه أنا أقرأ العناصر أو أعمل copy للعناصر كلياتهم من الـ A، أجيبهم لوين؟ أحطهم داخل النيو. بعد هيك الآن بدي أكرر، كيف بدي أكرر؟ تفضل دكتورة. تفضل. لو حطينا فور لوب وعملنا نيو إيكوال سيلف دوت A في كل مرة، أو إنه أبين، بس هيك أنا كل مرة رح أمسح المعلومات القديمة وأرجع أبين إيش أعمل دكتورة. أبند. طب الأبند بدخل قيمة قيمة، صح ولا لا؟ الأبند كميثود بتضيف لي عنصر كل مرة على نهاية الأري السابقة. هل هي بتعمل لي شيء جديد غير هيك؟ الأبند فقط هي بتضيف لي عنصر عنصر على نهاية هي الأري. فأنا ما بدي أضيف عنصر عنصر، أنا بدي كل مرة أجيب قيم الأري وأعملهم إضافة على هاي الليست الموجودة عندي. كيف بدي أعملها؟ أكيد بدنا فور لوب، بس وين الفور لوب هذا رح يمشي؟ وشو هو الرينج اللي بده يكون موجود عندي؟ دكتورة الرينج بده يكون السي، بس هسا لو نعمل الري جديدة ونعملها كونكاتينات مع الري هاي. هاي احنا عملنا كرييشن للري الجديدة اللي اسمها نيو، ونعملها كونكاتينيشن اللي هي الآن ضرب السي. الآن لنيو حطينا فيها مبدئياً قيم الـ A اللي هي القيم الأصلية. الآن شو بدنا نعمل؟ أنت عم تحكي لي concatenation. كيف نعمل concatenation؟ نيو إيش؟ دوت نستدعي مين؟ اللي هي special method add، أو بدي أحكي نيو plus equal إيش؟ self dot underscore underscore الA اللي هي إيش أنا عم بستدعي؟ الAdd method اللي هي بتعمل إيش؟ concatenation عندي الآن. فأنا عندي لنيو بدي أعمل لها عملية إضافة اللي هي self dot underscore للA، أو خلينا نكتبها بشكل بدون الشورت كات بالطريقة هاي. شو رح يصير عندي هون؟ شو رأيكم؟ أنا شو عم بعمل؟ عم بستدعي السبيشال ميثود اللي اسمها add. إحنا عم نستدعي السبيشال ميثود اللي اسمها add الآن لحتى أنا أعمل إضافة على هاي الليست. هل فعلاً رح يعمل لي الشغل اللي أنا بدي إياه؟ هون بعد الفور بدنا نحكي له return للنيو هاي اللي عملنا creation لها مثلاً. شو بدي أعمل؟ شو بده يصير؟ هل شغلنا هيك صحيح ولا لا؟ ممكن أنا أظهرها أو أعملها display وما أعمل لها return نهائيا، فأحكي له new.display مثلا، هي استدعاء display method إذا أنا ما بدي أرجع أي شيء أبدا.
استغني عن هاي الجملة. هل الكود هيك صح ولا لازم نعمل عليه تعديلات من نوع معين؟ طيب خلينا نجرب الكود مدام انتو ما بدكم تشاركوني الحديث. خلينا القيم بس واحد اثنين. بدي احكي لك الان object dot اللي هي حكينا اسم الميثود multiply، وبدي اكرر عدد العناصر ثلاث مرات. شو رح يصير عندي؟ شو لازم يعمل؟ حيستدعي الملتبلاي ميثود، لكن هل راح يكون بالشغل بطريقة سليمة؟ طيب عندي عمل ستوب، ما عم بيعمل برنت، ما عم بيعمل شيء. خلينا نتأكد. في عندي ران تايم ايرور اللي هو الاندنتيشن، داي سطر 167 فوق هاي الميثود. هيك نعملها ولا العكس؟ لسه معناته يمكن العكس الطريقة هاي. اوكي هذا رح ينطبق عليه هذا الحكي هون. طيب نيجي نمثل. لسه في عندي مشكلة بالindentation، define multiply. تمام نجرب. لسه في عندي indentation مشكلة بكل الميثودز هدول او كل الجمل شكلهم اللي عندي هون. اوكي unsupported operand ما عم بستدعي الميثود اللي هي الconcatenation بشكل سليم، اللي هي الاد ميثود ما عم بستدعي لي اياها. طيب شو بدنا نعمل الان؟ هل في عندي مشكله بالاد ميثود مثلا؟ هل جربناها الاد ميثود المره الماضيه؟ خلينا نجربها بالاول قبل ما نستدعي الملتبلاي. اوكي بهذا الشكل ما بدنا نعمل برنت لان هون ما بدها ترجع لي شيء نهائيا، وبدنا نستدعي الاد. خلينا نجرب. اول شيء نغير اسم الاوبجكتات اوبجكت 1 بهي الطريقه، وبتمنى انه الكل يشاركني في المحاضره بالحديث، انه عم نحاول انه ندير نقاش شوي هون ما بيننا لحتى نفهم اكثر شو اللي صار عندي في الكود، شو اللي صار عندي في البرنامج، ليش مش عم بشتغل بطريقة سليمة. حتى إذا واجهتكم أي مشاكل later on يصير عنا إمكانية إنه إحنا نتعامل مع أي نوع من أنواع المشاكل. الآن عملنا creation للأري الأولى، creation للأري الثانية بس نتأكد إنه object one، وعم نشتغل على object object one. الآن بدي أحكي له عرف لي another object كمان، وابدا احط النتيجه النهائيه فيه. هاي هون اوكي بهي الطريقه اوبجكت 3 مثلا خليه يساوي لي دايناميك اري، بدي اخذ نفس السايز. الان بدي احكي له اوبجكت 3 خليه يساوي اوبجكت زائد اوبجكت 1 الموجود عندي، واخر شيء بدنا نعمل له ايش؟ برنت او ديسبلاي. فاوبجكت 3 دوت ديسبلاي لحتى نشوف شو النتائج اللي صارت عندي الآن. هاي جاب لي القيم بعملية الأديشن. شو عمل لي؟ فعلاً جاب لي 1 2 3 4. إذا ما في عندي مشكلة بالآد ميثود نهائياً. طيب شو اللي عم بصير هون؟ ليش مش عم بشتغل بطريقة سليمة؟ هاي الهون إحنا عملنا اللي هي الأديشن أو الكونكاتينيشن، إحنا عم نستدعيها وفعلا ضف للقيم وطبعناهم بعد هيك بطريقة سليمة بدون أي مشاكل. طيب شو اللي بدنا نعمله الآن؟ مين يحكي لي شو المشكلة بالمولتبلاي ميثود؟ خلينا نحكي الأوبجكت الأول مرة ثانية دوت مولتبلاي، وبدي أودي له الرقم 3. شو اللي رح يصير عندي؟ ليش عم بيعطيني run time error وعم بيعترض على الconcatenation الموجودة عندي؟ ما أنا عندي already في الاب method، ليش ما عم بيستدعي لي إياه هون بشكل سليم؟ مين يحكي لي؟ شو رأيكم شباب وصبايا؟
مين يحكي لي شو المشكلة اللي صارت عندي؟ احنا ليه حطينا جملة فار؟ احنا ليه حطينا جملة فار؟ لأنه أنا بدي أكرر القيم الموجودة داخل الراسين من المرات، تمام؟ فأنا ما بعرف كم مقدار السي هاي، فأنا بدي أضطر هون أني أعمل استدعاء أو أعمل concatenation أكثر من مرة. طيب الآن شو الخلل اللي صار عندي وكيف أنا ممكن أتجاوزه؟ متذكرين طلعوا على الاد ميثود، شو أول كونديشن عندي؟ إنه إذا كانوا empty. طيب هل new empty عندي؟ أو لا؟ new إحنا عملناها dynamic array وبعد هيك خليناها تساوي self dot a، يعني عدد العناصر عندها مساوي للقيم داخل ال a، إذا هي مش empty. والself dot underscore a برضو مش empty. طيب ليش عم بيعترض لي وما عم نفذ ويحكي لي unsupported operand؟ والإشارة الجمع ما رح يستدعي لي إياها وفي عندي خلل صار. مين يحكي لي شو اللي صار عندي هون وليش عم بيعطيني مشكلة على هاي العملية؟ طيب عم بكرر لي هاي المشكلة ومش عم بيرضى إنه هو يتعامل مع هذا الموضوع، بينما هون من المين احنا استدعينا هاي البلاس الأوبجكت الأول بالإضافة للأوبجكت الثاني. هل بصير أحكي له self.a هون هيك؟ هل self.a هو عبارة عن أوبجكت؟ لا. فهو مين الأوبجكت اللي عندي؟ هو النيو، فأنا لازم أحكي له new concatenation مع نفسها الآن. فالآن برضو عم بيعطيني إنه في مشكلة على plus equal، إنه أنا لازم أكتب له إياها new concatenation مع النيو اللي عندي. طيب هل راح يستدعيها؟ لسه عم بيعترض عليها. طب شو السبب؟ مين يحكي لي؟ new الآن شو بدي أحكي لها؟ dot underscore underscore الـ A لأنها هي object بتساوي self dot underscore underscore الـ A. طيب هل هذا الشغل صح؟ مين يحكي لي هيك صح ولا غلط؟ لسه عم بيعترض على الموضوع. ليش عم بيعترض لي على الموضوع ويحكي لي إنه no values بالنسبة للجملة اللي إحنا قمنا فيها؟ ليش عم بيعترض لي على التنفيذ؟ أثناء التنفيذ بيحكي لي إنه القيم 1 2 3 4 وبعد هيك 1 2 3 4 عم بعمل هون display للثلاثة، تمام؟ آخر شيء لما أستدعي الملتبلاي ما عم بيشتغل بطريقة سليمة وعم بيحكي لي no values. طلعوا عم بيحكي لي إنه no values. وين النو values هاي؟ لما يستدعي لي الأديشن ميثود. شو اللي صار عندي الآن؟ ممكن إنه نضيف على النيو الموجودة بالفور لوب underscore underscore a. أوكي هيك أعملها. طيب هيك صح ولا لا؟ شو رأيكم؟ هاي شو عمل؟ عمل استدعاء. شو اللي صار؟ إنه أنا حكيت له النيو هي السلف. ليش؟ إنه هذا object وهذا object، ما بصير أحكي له النيو بتساوي السلف دوت a، إنه object بيساوي parameter data member من الأوبجكت الثاني، فالأوبجكت لازم يتساوى مع الأوبجكت نفسه. طيب الآن في عندي خلل لسه في البرنامج. شو الخلل اللي بيصير عندي الآن؟ طلعوا عندي هون إنه أنا عم بحكي له كرر القيم ثلاث مرات. شو القيم داخل الأوبجكت الأول اللي أنا أو الأوبجكت الأول اللي أنا عم بستدعي من خلاله اللي OBG عنده الواحد اثنين؟ طلعوا كم مرة تكررت؟ مرة، مرتين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، وثمان مرات. ليش عم يستدعي لي ثمان مرات بينما أنا طلبت منه ثلاثة فقط لا غير؟ مين يحكي لي؟ ليش عم بيستدعي لي إياه هون وعم بينفذ لي ثمان مرات مع أنه أنا هون حاكي له فقط أنا بدي أكررهم ثلاث مرات وما بدي أعمل غير هيك؟ ها
شو اللي عم بصير؟ هون عم بيستدعي الكونكاتينيشن ميثود بطريقة غلط. شو اللي عم بصير؟ إنه أنا أول مرة لنيو فيها الواحد اثنين، لما أحكي له استدعي الكونكاتينيشن من هاي الجملة رح يحكي لي واحد اثنين واحد اثنين، صار واحد اثنين واحد اثنين. باللف البعديها رح يبعث واحد اثنين واحد اثنين، هاي اللي هم أربعة قيم، لا الكونكاتينيشن ميثود ويضيف عليهم كمان أربع قيم مختلفين. فالآن أنا عم بضاعف بطريقة غير سليمة نهائياً. كيف ممكن الآن أنا أحل هاي المشكلة؟ شو رأيكم؟ مرة ثانية هاي الجملة أول مرة أو أول لفة رح تجيب. ما نحدث من هاي الجملة؟ هاي الجملة اللي عندي هون شو عم تعمل عندي؟ عم تحط لي واحد اثنين. هون شو رح تعمل؟ واحد اثنين وكمان واحد اثنين. باللفة اللي بعديها رح تحكي لي واحد اثنين واحد اثنين، هدول ضف لي عليهم كمان واحد اثنين واحد اثنين، فبصيروا عندي أربعة. باللفة اللي بعديها رح تضاعفهم ويصيروا ثمانية. الآن كيف أنا ممكن أعدل على البرنامج وأصحح هاي الأخطاء؟ شباب وصبايا، بدي رأيكم بالموضوع. حط جملة بريك مثلاً. نعم. جملة بريك تحط. حط جملة بريك. ليش بدي بريك؟ شو رح تفيدني؟ البريك هي مشان أنهي الفور لوب عند نقطة معينة. طيب ما أنا أغير بالفور لوب إذا أنا بدي أحط بريك، ليش بدي أحط بريك؟ ما في إلها طعمة أبداً. كيف الآن أنا بدي أغير على الجمل اللي عندي؟ الآن شو رح يعمل؟ رح يرجع يجيب لي هدول اللفة اللي بعديها رح يرجع يحط لي إياهم كمان مرتين بجانب بعضهم بهي الطريقة. فهو رح يعمل واحد اثنين واحد اثنين أول مرة، بعدين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين، لأنه هاي القيم داخل نيو الجديدة. الآن رح يرجع يضيف لي هدول القيم كمان مرة. طب شو الحل الآن؟ هاي هون أعمل concatenation مع النيو ولا مع السلف؟ شو رأيكم؟ نغيرها للسلف تتعدل القيمة؟ ننفذ عند السلف. شو صار عندي؟ مرة مرتين ثلاثة أربعة. طب ليش أربعة؟ لأنه بلش من عند الصفر. طيب لو أخذناه ببلش من عند الواحد شو رح يصير عندي؟ واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين، ثلاث مرات. الآن مرة ثانية بدنا ننتبه إنه أنا بعمل concatenation مع مين؟ لما أنا بدي أعمل object بدي أساويه مع object آخر وليس data member من هذا object. الهدف إنه إحنا نعمل هاي الأخطاء أثناء البرمجة، إنه أنتوا كمان تحاولوا أو تعرفوا شو ممكن يصير معاكم أثناء كتابة أي برنامج في المستقبل. طيب نجرب الميثود مرة تانية. بدي أعمل multiply صفر من المرات. شو يعني؟ يعني أنا ما بدي أكرر العناصر أبداً، فرح يرجع لي العناصر اللي هم واحد اثنين فقط لا غير. أنا ما كررتهم، أنا خليتهم زي ما هم. طيب لو عملتهم خمس مرات لازم يكرر لي إياهم خمس مرات مختلفين. إذا أنا هون دخلت قيمة طيب سالبة شو رح يصير؟ أتوقع دكتورة إنه على الصفر المفروض يعملها كلير للأري، وعلى الواحد المفروض يحطهم مرة واحدة زي ما هم. طيب كيف ممكن أنا أعمل أو أعدل بهي النقطة؟ أنا ليش عم بحط القيم هاي إنه الصفر مرة والواحد والسالب واحد؟ لأنه أنا بدي أخذ كل الحالات بعين الاعتبار، بدي أعتبر إنه الميثود تبعتي لازم تكون correct 100%. الآن عند الصفر زميلكم عم بيحكي إنه هو لازم يلغي كل العناصر الموجودين عندي. فالآن شو لازم أعمل إذا كانت قيمة السي زيرو؟ لازم نضيف if statement صح ولا لا؟ فإف السي equal equal زيرو، بس عند الزيرو ولا عند الأرقام السالبة كمان؟ إذا كانت السي أقل من أو يساوي الصفر
لحتى احنا ناخذ باقي الحالات اللي هي حتى الارقام السالبه. شو بدي احكي لك الان؟ بدي احكي لك انه رجع لي ليست فاضيه return وانهي تنفيذ هذا البرنامج. ممكن اعمل لك برنت انه ايش no values مثلا no values بهي الطريقه انه انا ما عندي قيمه او سي value not okay. شو الهدف من هاي الجمله؟ انه احنا بدنا ناخذ الحالات بعين الاعتبار. فاذا انا بعثت لك الصفر لازم يخبرني انه في عندي خلل. طبعا هون عم بحكي لي برضه مره ثانيه عن الاندنتيشن. مره ثانيه سي value not okay ما كرر لي، ما عمل لي اي شيء. حتى لو بعثت هون ارقام سالبه، هاي سالب 2، كيف انا بدي اكرر سالب 2 من المرات؟ فلازم يحكي لي انه السي فاليو برضه نوت اوكي. لو حكيت انا الاثنين موجبه، الان الاثنين موجبه هي اكبر من او يساوي الصفر، فراح ينفذ وراح يكرر لي مرتين بهي الطريقه. واضح لغايه الان؟ طيب كم الكومبلكسيتي للمالتيبلاي ميثود الان؟ كم الكومبلكسيتي لهي الميثود الموجودة أمامنا؟ بيج او للآن. بيج او للآن، أوكي. من وين إجت بيج او للآن هاي؟ كيف حسبتيها أنه بيج او للآن؟ طلعي عندي هون، شوفي عندي هاي الفور لوب، جملة فور. هاي فور لوب تمشي سي من المرات. السي هي إيش؟ constant value. إذا بتتذكروا أخذنا بالشابتر الأول، إذا كانت السي constant value معناته هي بتاخذ complexity big O للواحد. هاي بحالة إنه السي constant value. الآن طيب من وين جبنا الآن؟ نيجي هون، هاي عبارة عن إيش؟ هاي عبارة عن call statement. لمين الكولينج statement هاي إحنا عم نقوم فيها؟ لا للسبيشال أد ميثود. فتو أد ميثود اللي احنا كتبناها. نروح على الاد ميثود، كم الكومبلكسيتي لها؟ هي بيج او للام زائد ام. حكينا اذا ام بتساوي الام هي بتصفي بيج او للام في النهايه. فاذا فعلا هي الكومبلكسيتي هون هي بيج او للام. ليش؟ لانه هون عندي السي هي كونستانت فاليو، قيمه ثابته انا بثبتها وبشتغل على اساسها. الآن بما أنها constant value معناته هاي الفور لوب الكومبلكسيتي اللي لها بيج أو للواحد، والconcatenation هي اللي عم تعطيني البيج أو للآن اللي إحنا عم نحكي عنه. تمام لغاية الآن؟ أي سؤال على هذا الموضوع؟ أي سؤال على هذا الموضوع؟ نرجع على السلايدات. هو شو حكى لي؟ سي ضرب الام، السي هي constant value فبتصفي بيج او للام فقط لا غير. الان نيجي نقرا الشرح المكتوب عندي هون. هون الكونستانت تايم اوبريشن، العمليات اللي كانت بحاجه للبيج او للواحد هم اللينث، لانها هي راح ترجع لي عدد القيم اللي داخل الليست، والداتا اوف جي اللي هي جيت ايتم، فهون هي برضه بيج او للواحد. طيب شو المعلومة اللي تحت؟ بحكي لي هون الـ performance of non-mutating behavior. شو يعني non-mutating؟ إنه أنا ما عم بعدل على الـ array ولا بأي شكل من الأشكال. أنا إما عم بقرأ قيمة أو عم بعمل check هل العنصر موجود، وإذا موجود كم مرة موجود عندي. عم بعمل مقارنة، عم باخذ subset من الـ array، لكن الـ array القديمة حافظنا عليها زي ما هي بالضبط. بالconcatenation احنا ضفنا او عملنا concatenation between two arrays وحطيناها بوحده جديده، لكن حافظنا على الاري الاولى والاري الثاني بدون اي تغيير. السي ضرب داتا احنا برضه حافظنا على الاري الاساسيه بدون تغيير، وفقط ضاعفنا عدد العناصر حطيناهم في اري جديده مختلفه تماما. اوكي لغايه الان؟ فاذا non-mutating المقصود فيها ما في عندي تعديل على الاري من خلال هذول الميثود نهائيا، او على اي اندكس من الاندكسز الموجودين.
نكمل مع السلايدات. احنا اوريدي هذول شرحناهم. searching for occurrences of a value، اذا انا بدي ابحث قيمه كم تكررت عندي داخل هاي الاري، فبحكي لي بالنسبه للميثود التالي اسمها count، هي كانت تعمل لي ارجاع لقيمه كم مره تكررت الفاليو داخل الاري. واحنا كتبنا اوريدي هي الميثود وحكينا عن الكومبلكسيتي الخاصه فيها. فاذا بدي ارجع على الكودينج اللي احنا كتبناه فاسمها برضو كاونت، فهي عم تمشي على كل الاري من البدايه للنهايه، عم تقارن العناصر. اذا انا العنصر تكرر اكثر من مره فبتعمل لي سي بلس 1، واخر شيء بترجع لي كم مره تكرر هذا العنصر. وحسبنا الكومبلكسيتي اللي هي بيج او للان، فهي بروسيد ثرو ايتريشن، هو راح يمشي من خلال لوب من الليفت للرايت، يعني من شمال الاري لليمين. الكاونت دائما راح يمشي على كل العناصر، فدائما بياخذ البيج او للان. نيجي على الميثود اللي بعدها اسمها اندكس، من اسمها برضو احنا اخذناها اللي هي سميناها سيرش بالنسبه لالنا. فاحنا كنا نبحث عن قيمه، اذا موجوده رجع لي الاندكس الخاص فيها. بالنسبة لهي الميثود حكينا في عندي best case و worst case. best case إذا أنا العنصر اللي أنا بدي إياه أو بدي أبحث عنه كان موجود في الindex 0، لما يكون موجود في الindex 0 معناته أنا شو رح أعمل؟ رح أعمل return للصفر وأنهي من أول لفة، فبتصير الكومبلكسيتي عندي بيج أول الواحد. بأسوأ حالة إذا كان العنصر مش موجود نهائياً فرح يمشي على الفور لوب على كل العناصر الموجودين عندي، ما رح يرجع لي اندكس معين. هون عم بيعطيني ايرور انه القيمه مش موجوده. احنا في السلايد في الكودينج انه حكينا له يرجع لي القيمه سالب واحد لحتى استفيد منها. فاذا examine n elements in the worst case، باسوأ حاله رح يمشي بيج او اوف ام، لكن بافضل حاله اللي هي عند الاندكس صفر رح ينهي البرنامج ورح يرجع للقيمة صفر من أول. نكمل مع الميثود contains. شو يعني contains؟ هل العنصر موجود ولا لا؟ احنا سميناها الميثود هاي اللي هي found. فالآن found هم كاتبينها as special method اللي اسمها contains، احنا سميناها found. الآن الكودينج نفسه انه انا عم ببحث عن قيمة، اذا موجودة رجع لي true، اذا مش موجودة رجع لي false. طيب إذا أنا كانت القيمة موجودة في الاندكس 0 معناته أنا رح أنهي التنفيذ من أول لفة، فبتكون الكومبلكسيتي بيج أول الواحد. بأسوأ حال هاي in worst case رح يمشي على العناصر كلياتهم والقيمة مش موجودة نهائيا داخل هاي الأري. أي سؤال لغاية الآن؟ واضحة الميثودز اللي عنا؟ نروح على الليكزوغرافيك كومباريزن اللي هي عمليات المقارنة بشكل عام، وخلينا ناخذ انه انا بدي المعنى الحرفي للمقارنة. اذا بتتذكروا اخذنا greater than as special method، اخذنا greater، فحكينا بالسبيشال ميثود كانت تاخذ مجموع القيم بالاري الاولى ومجموع القيم بالاري الثانية وتعمل مقارنة ما بينها. لكن بالجريتر ميثود اللي احنا كتبناها كنا عم بنقارن العناصر عنصر عنصر. فاول شيء كنا نتاكد اذا حجم الاري متساوي يقارن العناصر الموجوده عندي جوا. الان بحكي لي الكومباريزن بين تو سيكونسز ار ديفايند ليكزوغرافيكلي، يعني انا بدي اقارن القيم الموجوده فعليا داخل الاري مش المجموع نهائيا. بحكي لي بأسوأ حاله انه انا ايش اعمل؟ اضل اقارن فيهم وفي النهايه يطلعوا هذول الريز مش وحده اكبر من الثانيه ابدا، يطلعوا متساويين مثلا. اذا انا بحكي اقل من او اكبر من، فانا اضل اقارن، ضل العناصر نفس القيمه نفس القيمه نفس القيمه لاوصل لاخر الري عند اخر عنصر انه ما برضه ما في فرق بيناتهم، فيكونوا نسخه طبق الاصل عن بعضهم. فهي أسوأ حاله. الآن إحنا ممكن نختصر على حالنا أسوأ حالة هاي بإضافة condition. الكونديشن هذا إيش؟ إنه أنا أتأكد من إيش؟ من اللينكث لهدول التو أريز. فإذا كانت واحدة أقصر من الثانية
فمعناها أكيد مستحيل يكونوا متساويات، واللي بتكون أقصر وعدد القيم فيها أقل ممكن أنه أنا تختصر علي بعمليات البحث عن القيم الموجودة عندي. الآن أفضل حالة أنه أنا من العنصر الاندكس 0 أو حتى من الاندكس 1 أنه أنا أوجد فرق بين التو أرز. تبلشنا مع السبعة أنه سبعة أقل من سبعة لا، لكن عند الثلاثة أقل من خمسة وجدناها أنها موجودة، فبننهي قراءة بقية القيم وبنرجع ترو بهي الحالة. إذا بدي أستنتج من هاي المعلومات كلياتها إنه إذا كانت الأري مرتبة راح يخفف علينا عمليات المقارنة بشكل كبير جدا. طيب الآن شو نوع الترتيب اللي لازم أعتمده؟ هل أرتب القيم تصاعدي ولا تنازلي؟ الآن في حالة أنا بدي أسأل عن الأقل من، الأفضل إني أرتب إيش؟ تصاعدي ولا تنازلي؟ تصاعدي. تصاعدي. ليش؟ لأنه أنا ببلش أصغر قيمة مع أصغر قيمة من هون ومن هون. إذا من البداية أصغر قيمة عند الأري الأولى مختلفة عن أصغر قيمة من الأري الثانية، رح ينهي ورح يحكي لي مين أكبر بهي الحالة أو مين أصغر بهي الحالة. إذا مرة ثانية السورتينج رح يخفف علينا ورح يقلل من الويرست كيس بشكل عملي أثناء تنفيذ هذا البرنامج. نروح على الميثودز التالية اللي إحنا شرحناهم خلال المحاضرة الماضية ومحاضرة اليوم. فعكينا إنه إذا أنا بدي أخذ سبست أو جزء من الأري معناته أنا بدي أعمل كريشن لنيو أري، حجم هاي الأري الجديدة لازم يكون مساوي لإيش؟ للقيم اللي أنا بدي أقرأهم. طيب كيف أنا بدي أحدد القيم اللي أنا بدي أقرأهم؟ بناء على إيش؟ على الجي والكي. فإذا أنا كانت الـ J 0 والـ K 5 مثلا، معناته كم عدد العناصر اللي أنا بدي أقرأهم هون؟ من موقع 0 1 2 3 4 5 قيم اللي هي قيمة الـ K. طيب لو كانت قيم الـ J والـ K مش 0 و5 كان 1 و3، فشو بدي أعمل؟ K ناقص J بيعطيني عدد العناصر. فإذا هون أنا بدي كم عدد العناصر، فهي عبارة عن K ناقص J، فبيعطيني عدد الإليمنت أو حجم الأري الجديدة اللي أنا لازم أنشأها. طيب شو بالنسبة للأري data 1 وdata 2؟ أنا بدي أعمل concatenation، كم حجم الأري الجديدة اللي أنا لازم أبنيها لحتى تستوعب هاي الانفورميشن؟ لازم تكون N اللي هي حجم الأري الأولى، ممكن أسميها N1، بالإضافة لحجم الأري الثانية اللي هي N2. طيب شو بالنسبة للأري الثالثة؟ كم لازم تكون حجمها؟ هي C ضرب حجم الأري اللي هو الأم عندي. طيب هذا بيعطينا النتيجة الموجودة عندي تحت. في كل الحالات السابقة in all cases running time رح يعتمد على إيش؟ على إنشاء الأري وكيف أنا بدي أعطي القيم لهي الأري الموجودة عندي. طبعا هذا كلياته كمان بدي يكون بناء على إيش؟ على حجم النتيجة النهائية اللي أنا بدي أوصل لها. فإذا الكومبلكسيتي إذا أنا بدي أجي على الأولى هي K ناقص J، كم عدد العناصر اللي أنا بدي أمشي عليهم؟ بأسوأ حالة هي رح تكون مساوية للقيمة M. إمتى؟ لما تكون الـ J صفر والK هي عدد العناصر الكلي، فهي M ناقص صفر تطلع عندي N من المرات. بالنسبة للكومبلكسيتي للثانية هي إذا كانوا N1 وN2 متساويين فهي 2N. نرجع على الجدول السابق، هون الكومبلكسيتي هي C ضرب الأم. فإذا الكومبلكسيتي للبرنامج بيعتمد على الأري اللي أنا بدي أنشئها وعلى حجم هي الأري الجديدة اللي بده يتم إنشائها في النهاية. أي سؤال لغاية الآن؟ روح الجدول التالي. برضو إحنا تعاملنا مع هدول الميثود، ف data of j بتساوي value هي set method وكانت الكومبلكسيتي بيك اول الواحد. data.append للvalue، طيب ليش عم بحط لي ستار مش بس بيك او اوف واحد؟ اذا بتتذكروا احنا عيد عدلنا على الابند ميثود واضفنا جمله resize. resize الان اللي هي اعاده تغيير الحجم لهي الاري. فاذا الان الابند ميثود كانت هي بيك اول الواحد بدون resize، كانت هي big O للواحد بدون هاي الجملة.
الآن لما أنا بدي أستدعي الريسايز ميثود رح تاخد البيج أول الآن. طيب سؤال الآن، هل الريسايز ميثود بتم استدعائها دائما ولا فقط لما تصير عمدي الأري مليانة؟ بس تصير الأري مليانة. إذا مش كل مرة أنا بدي أدخل على الأبند ميثود رح أعمل إيش؟ ريسايز وتغيير على الكاباسيتي. فمشان هيك هو حكالي بشكل عام هي بتكون بيج أول الواحد. الآن إذا أنا احتجت إني أغير ووصلت للفل معناته أنا رح أروح على البيج أو للآن، لكن الأساس أنها تكون بيج أو للواحد. الداتا دوت إنسيرت هي حكينا عدد العناصر، كم عدد العناصر اللي أنا بدي أعمل لهم شفت اللي هي كي بلس 1. الآن برضو حطم لي عليها ستارت لأنه برضو بحالة الإنسيرت أنا شو بدي أعمل؟ بدي أستدعي الريسايز ميثود. نروح على البوب، البوب هي الحذف من النهاية، فكانت بيج أو للواحد. فإذا إذا أنا بدي أحذف أو بدي أعمل بوب هي بيج أو للواحد. طيب ليش هو عم بحكي لي برضو ستار بجانبها؟ هون بدنا نروح على سؤال اللي كان عندكم موجود في الديسكشن، هل أنا جيد عندي إن أعمل شرينك أو تصغير لحجم الأري؟ مش بس تكبير، إنه أنا إذا أنا ضليت أعمل حذف 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 حذف، ليش أنا برضو ما أصغر حجم الأري عند نقطة معينة؟ طيب إذا أنا بدي أصغر حجم الأري معناته أنا بدي أعمل استدعاء لميثود اسمها برضو ريسايز لكن بتقليل الحجم الموجود عندي. الهدف منها إنه أنا أخفف من السبيس كومبلكسيتي، أقلل من المساحة اللي أنا بدي أحجزها كذاكرة داخل الكمبيوتر. فمن هون برضو إجت الستار بين البوب واللي هي الديليت من موقع معين. ريموف لفال وحكينا أنه نعمل سيرتش على هاي القيمة، بعد هيك بدي أتأكد من وين موقعها وأعمل شيفت وأستدعي اللي هي ديليت من إندكس موجود عندي. data1.extend بdata2 هاي ما كتبناها، هاي معناته أنا شو بدي أعمل؟ أنا بدي أضيف على الأري القديمة قيم أري جديدة. هي بتشبه الconcatenation لكن أنا ما بدي أعمل creation لنيو أري، أنا الأري اللي اسمها data1 أو self بدي أضيف عليها مين؟ الأري الثاني. الآن هاي الكومبلكسيتي بتعتمد على حجم مين؟ بتعتمد على حجم الأري الثانية. حجم الأري الأولى هي N1، حجم الأري الثاني هي N2، فالمقصود هون بالN2 هي حجم أو عدد القيم المخزنة داخل الأري الثانية. طيب data.reverse خلينا نكتب الميثود، شو يعني ريفيرس؟ مين يحكي لي شو يعني ريفيرس؟ إنه القيم نجيبها من العكس، إنه أنا بدي أعكس القيم. طيب كيف أنا بدي أعمل هذا الشغل؟ أنا هون بحاجة للسلف بس اللي هي الأري الأصلية اللي أنا بدي أعكس قيمها. طيب كيف أنا بدي أعمل ريفيرس تقلها؟ هل أعمل creation لنيو أري ولا على الأري القديمة نفسها؟ على الأري القديمة. على الأري القديمة، شو رأيكم؟ شو رأي الشباب والصبايا بالموضوع؟ هلا الريفيرس عندي خيارين، خيار إني أحافظ على الأري القديمة زي ما هي وخيار إني أعدل عليها. بالحالتين أنا بحاجة إني أعمل creation لنيو أوبجكت وأشتغل على أساسه لحتى نقوم بشغل بطريقة سليمة وما يصير عندي خلل بالأري الموجودة. الآن أنا كيف بدي أعمل creation لنيو أوبجكت؟ نيو equal dynamic underscore الأري اللي عندي. الآن الحجم اللي أنا بدي إياه هو حجم السلف نفسه لأنه أنا ما رح يتغير على الحجم البيانات، أنا فقط بدي أعكس ترتيبهم فما بدي أغير على حجم أو بدي أضيف شيء زيادة، أنا بدي حجم البيانات القديمة. فمشان هيك حكينا له إنه خد ليها بهذه الطريقة. طيب الآن الخطوة بعدها بدي for loop for i and range. وين الرينج أنا لازم يكون عندي؟ وين الرينج بدي يكون عندي؟ وين البداية وين النهاية؟
بما أنه أنا بدي أعكس القيم معناته أنا لازم أبلش من وين؟ من آخر عنصر مخزن في آخر index اللي هو length للسلف ناقص واحد. ليش اللينك للسلف ناقص واحد؟ لأنه اللينك للسلف رح يجيب لي عدد العناصر المخزنين ناقص واحد اللي هو آخر إندكس موجود عندي. طيب وين أنا بدي أنهي هذا اللوب؟ لحد أول عنصر؟ عند أول عنصر أحط الصفر ولا أحط سالب واحد؟ شو رأيكم؟ أي أفضل أحط الصفر ولا أحط عندي السالب واحد؟ إذا أنا حطيت الصفر شو رح يصير؟ ما رح يأخذ لي القيمة الموجودة في الاندكس زيرو، فالأفضل إنه إحنا نستخدم السالب واحد، والستب أكيد سالبة لأنه إحنا بنعمل إيش؟ قراءة عكسية وعد تنازل. الآن شو بدي أعمل؟ بدي أحكي له لنيو دوت أندرسكور أندرسكور الأي بالاندكس اي. إذا أنا بدي أقرأ لديتا من بر بدي أكتبها بطريقة السلف دوت underscore underscore الـ A للindex I نفسه. أوكي الصوت مسموع؟ طب أنا أحط هيك بالطريقة هاي هيك صح اللوب؟ مين يحكي لي؟ هيك صح ولا أعمل شيء آخر؟ طب إيش أنا أكتبها بالطريقة هاي؟ هل أنا هيك بعكس القيم ولا بحطهم بنفس الترتيب؟ عم تسمعوني شباب وصبايا؟ الصوت واضح ولا لا؟ سامعين. طيب شو أنا بعمل هيك؟ أنا بعمل بجيب لك من إندكس 5 بحطها بالإندكس 5، من إندكس 4 بحطها بإندكس 4، أنا ما عم بغير بالترتيب. الأفضل إنه إيش إحنا نعمل؟ نعمل استدعاء للأبند ميثود. استدعي الميثود الموجودة عندي إنه أنا بدي أضيف على بداية هاي الأري أو على نهاية هاي الأري أول مرة بالإندكس 0 القيمة الموجودة في الإندكس I. فأنا كل مرة رح أعمل إضافة على هاي النيو الموجودة عندي. الآن بهاي الطريقة القيمة الموجودة في الإندكس 5 رح يضيف ليها على الإندكس 0 داخل النيو، في الإندكس 4 رح يضيف ليها على الإندكس 1، في الاندكس 3 رح يضيف لي اياه على الاندكس 2 لحتى ينهي الشغل اللي عندي كلياته. طيب بعد ما انا انهي هذا الشغل كلياته واعمل الريفرس، الان ممكن اني انا احتفظ بالقيم المعكوسه داخل النيو لحالها وممكن انه انا اغير على الاري الاصليه. هلا بالميثودز الموجودين عندي اللي بيعملوا ريفرس هم شو بيعملوا؟ تغيير على الاري الاصليه، صح ولا لا؟ الآن إحنا أمامنا خيارين، يا إما إحنا منحافظ على الأري القديمة وما بخزن أو ما بعدل عليها نهائياً وباخذ التعديل بنسخة أخرى اللي إحنا عملناه لغاية الآن. الآن إذا أنا حكيت له return لنيو فهون رح يرجع لي إيش؟ القيم معكوسين بأري جديدة. إذا أنا بدي أحكي له بالطريقة هاي return لنيو، الآن أنا شو عم بعمل؟ أنا عم بحكي لك إنه أنا عملت ريفرس. طيب كيف رح أشتغل عليها؟ بكل بساطة باجي بحكي هون نعمل لي creation لأوبجكت جديد. ممكن أنا أستعمل الأوبجكت اللي هو الثالث عندي هون، خليني ألغي المعلومات. طيب أجي أحكي له أوبجكت 3. أوكي خليه يساوي عندي الآن أوبجكت 1 أو أوبجكت الأول أوبجكت بهي الطريقة dot reverse. اوكي واشتغل عليها. الان لما اعمل display لهي الاوبجكت اللي اسمه 3 object 3.display شو رح يعمل؟ رح يقرا لي القيم معكوسين اللي هم 1 2، شو رح يصيروا عندي؟ 2 1. فهون عطاني برضه indentation error. وين؟ باي جمله؟ 192. اوكي name dynamic array is not defined. اوكي احنا كاتبين اسم الكلاس غلط بس للتأكيد. اوكي dynamic array capital letter عشان هيك بتعرف عليها. اذا هاي من ضمن المشاكل اللي انتم بتواجهكم اثناء البرمجة.
فلحتى نصححها لازم نتأكد من الشغل الموجود عندنا. الآن Object 3 شو طبع لي؟ القيم معكوسين، كانوا 1 2 بالنسبة للأوبجكت، صاروا عندي 2 1 عندي هون. الآن أنا حافظت على الأوبجكت القديم واستخدمت أوبجكت جديد لأقوم بالعملية اللي أنا بدي إياها. هلأ إذا أنا ما بدي أحافظ على الأريل القديمة، بدي أغير على الأريل القديمة نفسها، شو لازم أعمل؟ بحكي إيش؟ سلف خليه يساوي لنيو الآن، وبعد هيك بحاول أعمل display للميثود اللي أنا بدي إياها. فأنا هون بدل هاي الجملة باش بكتب له سلف خليه يساوي لنيو بهي الطريقة، إنه أنا object بيساوي object تاني. هاي الجملة الآن بستغني عنها، اللي هي object traverse، وهي بستغني عنها. الآن object dot display، فأنا بحاول أطبعه بعد ما عملت له reverse، أعطاني إياه 1 2 زي ما هو. طب شو اللي صار؟ مين يحكي لي؟ ليش أعطاني القيم بنفس الترتيب؟ ليش ما حكى لي إنه السلف فعلاً صار يساوي لنيو؟ شو بدي أحكي له؟ هيك صح؟ طيب dot underscore underscore الـ A خليه يساوي لنيو dot underscore underscore الـ A. هل هيك بحل المشكلة؟ شو حكالي؟ هاي أعطاني إياهم ترتيب مختلف. فإذا أنا لازم أعمل إيش؟ مش تغيير على الأوبجكت، لأنه أنا بغير الرفرنس بهي الطريقة. أنا شو بعمل؟ بخليه أشر على الأري الجديدة الموجودة عم. إذا مرة ثانية بدنا ننتبه على هاي الحيثيات لما نكتب أي برنامج ونشوف وين الخلل صار عندي بكل مرة. هون أنا ما حفظت على الأري القديمة، أنا عملت التعديل مباشرة عليه. طيب شو الكومبلكسيتي لهي الميثود؟ بيج أولا إيش؟ مين يحكي لي؟ بيج أو؟ لا بيج أو للآن؟ للآن، لأنه أنا رح أمشي على كل عناصر، حتى لو بدي أمشي بطريقة معكوسة إحنا ماشيين على كل العناصر. فهاي بالنسبة للريفيرس ميثود. الآن حكالي أن الريفيرس ميثود برضو هي بيج أو للآن. الآن خلي السورت ميثود للمحاضرة القادمة، ما رح أشرحها المرة هاي، بس بدي أوصل لكلمة ميوتيتنج، هي آخر شيء رح أحكيه. كلمة ميوتيتنج معناته أنه هاي ميثودز بتعدل على الأري بشكل دائم، فالتعديل على الأري نفسها وليس على نسخة احتياطية على جنب، فمشان هيك سميناها ميوتيتنج. لحد هون رح أنهي هاي المحاضرة. المحاضرة القادمة رح نكمل من باقي السلايدات. أي سؤال طبعاً بيقدر اللي بده يطلع حقه، لأنه انتهت المحاضرة، اللي عنده سؤال ممكن أنه يضل معانا لغاية الآن. أي سؤال؟ طيب رح أنهي المحاضرة ومنكمل خلال المحاضرة القادمة على هذا الشابتر.